بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك الشاكر لرعاية المواطنين. اليوم مع الأخ فاضل كاظم سلطان. نعم فاضل، شنو احتياجاتك؟ شنو اللي تريده؟ والله خير من الطرف هذا كلش تعباني زين، والعظم هذا راح لازم أرجع سوى شو اسمه حديد زين لقاء عمل حديد زين. عمل حديد ما عاد إمكانية. إيش قد يكلفك كل شهر يعني مثلاً يراد لك؟ كل شهر يعني حطيت 30,000 بالقاعة، بس القاعة القاعة ما حديد. والعلاج العلاج طبيعي. والعلاج طبيعي. هذا علاج طبيعي 30,000. العلاج اللي تاخذه أنت 200. ها؟ 100,000 يعني 130,000 يراد لك من عدد كشفي. ها؟ اي والله. وش وهذا طرف يعني حلم الدين هسه التهاب. شوف اخوي هذا زين التهاب زين، مو هذا سبت ليش لازم اشوفه الدكتور. هذا رجلك يعني اثر حادث حادث مصر. أيوة زين قدامك زين. بعد شنو اللي تحتاجه؟ بعد الله وقتك فاول عليه وعلى راسي ان شاء الله. الله يسهل ان شاء الله. ان شاء الله صوتك يوصل. شكرا حبيبي. الله يرضى عليك.